عدد 34. وأمر الرب موسى قول لأولاد إسرائيل إنكم داخلين لأرض كنعان، هي دي الأرض اللي تبقى ليكم نصيب. أرض كنعان بالحدود بتاعتها تبقى ليكم ناحية الجنوب من صحرة سين على ناحية أدوم، ويبقى ليكم حد الجنوب من طرف بحر الملح للشرق، ويدور ليكم الحد من جنوب عقبة عقربيم ويعدي لسين، وتبقى نهايته من جنوب قادش برنيع ويخرج لحفر أدار ويعدي لعصمون، بعدين يدور الحد من عصمون لوادي مصر وتبقى أخرته عند البحر. وأما حد الغرب فيكون البحر الكبير ليكم حد، ده يبقى ليكم حد الغرب، وده يبقى ليكم حد الشمال من البحر الكبير ترسموا لكم لحد جبل هور، ومن جبل هور ترسموا لمدخل حماه، وتبقى نهاية الحد للصدر، بعدين يخرج الحد لزفرون وتبقى نهايته عند حصر عينين، ده يبقى ليكم حد الشمال، وترسموا ليكم حد للشرق من حصر عينين لشفام، وينزل الحد من شفام لربلة شرق عين، بعدين ينزل الحد ويمس جنب بحر كنارة للشرق، بعدين ينزل الحد للأردن وتبقى نهايته عند بحر الملح، دي تبقى ليكم الأرض بحدودها حواليها. فأمر موسى ولاد إسرائيل، هي دي الأرض اللي تقسموها بالقرى اللي أمر الرب أنها تتعطي للتسع عشائر ونص العشيرة، لأن عشيرة ولاد رعوبين خدت حسب بيوت أبهاتها، وعشيرة ولاد جاد حسب بيوت أبهاتهم، ونص عشيرة منسة أخذوا نصبهم، العشيرتين ونص العشيرة أخذوا نصبهم في الناحية الثانية من أردن أريحة في الشرق ناحية الشروق. وقال الرب لموسى، هما دول اسمين الرجلين اللي يقسموا لكم الأرض، إلعازار الكاهن ويشوع بن نون، ورئيس واحد من كل عشيرة تاخدوا لاسمة الأرض، ودي أسماء الرجالة، من عشيرة يهوذا كالب ابن يفنة، ومن عشيرة ولاد شمعون شموئيل ابن عميهود، ومن عشيرة بنيامين أليداد ابن كسلون، ومن عشيرة ولاد دان الرئيس بقي ابن يوبلي، ومن ولاد يوسف، من عشيرة ولاد منسة الرئيس حنئيل ابن إيفود، ومن عشيرة ولاد إبراهيم الرئيس قموئيل ابن شفطان، ومن عشيرة ولاد زبولون الرئيس أليصافان ابن فرناخ، ومن عشيرة ولاد يساكر الرئيس فلطئيل ابن عزان، ومن عشيرة ولاد أشير الرئيس أخيهود ابن شلومي، ومن عشيرة ولاد إفتالي الرئيس فدهئيل ابن عميهود. هم دول اللي أمرهم الرب أنهم يقسموا لولاد إسرائيل في أرض كنعان.